سعد المجرد يوجه رسالة لوالده بمناسبة عيد الأب. وجه الفنان سعد المجرد رسالة لوالده الفنان البشير عبده بمناسبة اليوم العالمي للأب الذي يحتفي به العالم في الأحد الثالث من شهر يونيو من كل عام. واختار سعد المجرد حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام من أجل معايدة والده، إذ عمد على نشر صورة له من ألبوم الطفولة رفقة والده وهو يعلمه العزف على الجيتارة، أرفقها بتعليق جاء فيها: بمناسبة عيد الأب أريد أن أعبر لك بابا حبيبي عن مدى تقديري وحبي وعشقي لك ولروحك المرحة التي تسعد بها كل من حولك، أنت الصديق والأب ومثلي الأعلى، أحبك حبا والله يا أبي لا يوصف أبدا، وأرجو من الله أن يحفظك دائما وأن يديم عليك الصحة والسلامة والابتسامة وأن يسعد قلبك دائما يا أحن بابا في الدنيا. وقد حظي منشور سعد المجرد بإعجاب وتفاعل كبير من قبل أصدقاء سعد من الوسط الفني وكذلك من قبل متابعيه عبر تطبيق الإنستغرام. على الصعيد الفني ينتظر أن يصدر سعد المجرد عما قريب أحدث أعماله الفنية التي ستكون عبارة عن تريو سيجمعه بالمنتج العالمي رضوان والفنان التونسي صابر الرباعي. محمد رمضان يكشف حقيقة إهانته فنانة شهيرة. نفى الفنان المصري محمد رمضان تصريحات الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز بخصوص سبه وشتمه لها بعد رفضها العمل بجانبها. وشارك محمد رمضان شريط فيديو عبر حسابه بموقع الانستغرام يكشف من خلاله حقيقة التصريحات قائلا: السلام عليكم. حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، إن أنا أكلمها في أجرها كام وإنها شحاتة وإن ضفر أمي برقبتها، وعمري في حياتي ما تكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما تكلمت في التفاصيل دي. وأكتر شيء أسعدني إن من قبل ما أطلع أعمل التكذيب ده وأنا جمهوري ما صدقش، دي اكتر حاجة اسعدتني جدا الحقيقة، و يعني ده توضيح، ومنتظر رأيكم في اغنية ثابت موجودة دلوقتي على اليوتيوب وعلى كل المنصات السمعية، سبوتيفاي، ديزر، ابل ميوزك، انغامي، كل المنصات السمعية، وثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة. وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد أثارت الجدل عقب خروجها في أحد لقاءاتها الصحفية مؤخرا وكشفها عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية، وقالت: فضحني لما رفضت أعمل أمه، وفي ناس شتموني وأنا ما تكلمتش، لكن هو الأدب، وقال لي شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنت بتاخدي 20,000 جنيه. قضية فيلا نانسي عجرم تعود للواجهة من جديد بتطور غير متوقع. تعود قضية فيلا نانسي عجرم إلى الواجهة من جديد بعد تصريحات محققة وخبيرة في الأدلة الجنائية والتي جددت الحديث عن أن ما فعله فادي الهاشم يندرج تحت تهمة القتل العمد، لتثير بتصريحاتها غير المتوقعة التساؤلات من جديد حول مصير زوج نانسي عجرم والنجمة اللبنانية الشهيرة بعد أن فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التحقيق معهما مجددا. وكان قاضي التحقيقات أصدر حكما نهائيا ببراءة فادي الهاشم، وانتهى الأمر بإنتاج فيلم وثائقي من قضية فيلا نانسي عجرم، إلا أن تصريحات المحققة حالة أثارت التساؤلات من جديد حول إمكانية فتح القضية مجددا والتحقيق فيها بناء على ما صرحت بها الخبيرة في الأدلة الجنائية، أم أن الأمر سيقف عند مجرد تصريحاتها فقط. وقالت المحققة حلا إن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم العام الماضي تصنف كجريمة قتل عمد وليس كقتل خطأ. وفي تصريحاتها الهاتفية لبرنامج ناس أونلاين قالت خبيرة الأدلة الجنائية إن ما فعله فادي الهاشم جريمة قتل عمد، وأنها ليست الجريمة الوحيدة وإنما هي جريمة لإخفاء جرائم أخرى، موضحة أن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على فادي الهاشم وعائلته وزوجته وبعض الشركاء الذين يعملون معها.
وربط الجمهور بين تصريحات حالة روب وبين تصريحات القتيل والذي سبق وأحدث ضجة بتصريحات أعلن فيها إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعا عن النفس لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليها. وعن مصير القضية قالت حالة روب إنه تم استدعاء فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يومه الثلاثاء المقبل، موضحة أنها تعد الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت في منزلها. وأثارت خبيرة التحقيقات الجنائية بتصريحاتها ضجة كبرى، خاصة بعد تداول مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحاتها، لينتظر الجمهور في صمت وترقب مستجدات قضية فيلا نانسي عجرم، وهل يحتمل أن يصدر حكم جنائي بحق فادي الهاشم. تعود تفاصيل القضية اليوم الخامس من يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم 17 رصاصة على محمد الموسى الذي اقتحم مسكنها. ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بطلقات نارية. وبعد توجيه تهمة القتل القصدي لفادي الهاشم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فيلا نانسي عجرم، كشف محامي القتيل محمد الموسى عن مفاجأة جديدة قد تحول مجرى القضية من جديد. وفاجأ الغيث الجمهور بتصريحاته التي قال فيها إنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعا عن النفس لأنه كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليها. وفي تصريحات تلفزيونية سابقة مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن القاضي في لبنان أصدر قراره بحق زوج الفنانة نانسي عجرم واعتبر أن واقعة القتل عمدا. وفي آخر تطوراتها كان قاضي التحقيقات أصدر حكمه ببراءة زوج نانسي عجرم من اتهام القتل الموجه إليها، ليسدل بذلك الستار على القضية الشهيرة. ويصدر بعدها فيلم بعنوان الرواية يكشف فيه الزوجين تفاصيل ما تعرضت له فيلتهما، وهي الأحداث التي أعلنوا من خلالها أن القتل جاء دفاعا عن النفس. زوجة كيفانش تاتليتوغ تعلق على خبر حملها. علقت مصممة الأزياء باشاك ديزار زوجة الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ على ادعاءات حملها التي نشرتها وسائل إعلام محلية يوم أمس. وقالت باشاك ديزار وفق أحد المصادر أنها ليست حاملة، إنها أخبار خاطئة ويتم نشرها كل عام. وكانت قد نشرت وسائل إعلام محلية أن زوجة الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ حامل بمولودها الأول. وقالت المصادر أن الممثل التركي وزوجته حاول إخفاء فرحتهم عن الإعلام بالحملة ولم يقوموا بالتعليق على أخبار الحملة. ويذكر أن باشاك وكيفانش تزوجا عام 2016 ويعيشان حالة عشق جميلة، ونادرا ما يظهران في الصحافة. بهذا الخبر نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.